السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. اليوم بغيت ندق ارغان وبغيت نوريكم كيفاش. وريتكم هذا ملي صايبته، ودابا غنوريكم كي تنديروا هذا، نخرجوا منه النواه ديالو. فاش كنديروا ارغان عندنا واحد حجره كبيره وحجره صغيره، وكندقوه بحال هكا. بسم الله على بركه الله، كنديروا ليه بحال هكا كندقوه. هادي دابا فيها جوج، بسم الله. راه كيدقو وحدة بوحدة. هاد ارغان دابا راه خرجناه من هذا، اللي ما شافوش الفيديو ديال قبل اللي حطيت في الاول، ها هو شتي. هذا كيعطيوه البقار والبهيم كياكلوه، هذا كيخرجوا منه الزنين باش يديروا زيت ارغان. إذا كانت شي وحده مهرسه راه ماشي مشكل. راه جبتو معايا من البلاد باش نصورو ونوريه ليكم، وجايبه الريحه. كاينين الناس اللي قالوا لي ما عرفناش الشجره ديال زيت ارغان ديال ارغان واش كيديروا بها. راه كيديروا بها الزيت، كتصلح الاكل والتجميل، ديال التجميل ما كتقلاش، وديال الاكل كتقلى. هاد الكبار راه كيكونوا فيهم جوج. من بعد ما كنكملوه كيديروا ليه بحال هكا كيلبسوه. راه فيه تمارة بزاف، والزنين ها هو. هذا راه جبتو مصايب باش نوريه ليكم كيفاش كيطحن وكيفاش كتخرج منو الزيت. ديالو من بعد ما ركتنا منو الزنين، النواه ديالو هما هادو فاش كيديرو زيت ارغان. وهذا كيتعلو بيه العافيه، كيشروه هما لي الفرارن هنا في المدينه، هما البلاد راه كيشعلو بيه العافيه هما، وكيطيبو بيه الخبز ويديرو بيه الجمر. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ديرو لينا جيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.